بطولة من بطولات رجال القوات المسلحة في جبل الحلال. تعالوا كده نروح من جبل الحلال إلى هضبة الجلالة. وده في يوم من الأيام كان جبل. النهاردة الجبل ما بقاش جبل، بقى فيه تنمية ومشروعات ومستقبل مشرق، ودي اليد التانية اللي بتبني. هو ده اللي بنقول عليه يد تبني ويد تحمل السلاح. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية للمواقع والأماكن اللي بيتم فيها البناء. راح السيد الرئيس النهاردة إلى هضبة الجلالة اللي مشروعاتها هدفها خلق مجتمع تنموي حضاري. المشروعات دي بتوفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبيشتغل فيها 100 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وده بيؤدي إلى حقيقي نقلة نوعية على كافة مستويات الخدمة السياحية في مصر. خلي بالك هيبقى فيه كمان 13 كلية بجامعة الجلالة، صممت بالفعل على تراث عالمي وفكر متقدم وتنموي. فلما نيجي نشوف ده تم في كام سنة، يبقى لازم نعرف ان احنا لازم نصبر على التنمية. مش ما بين يوم وليلة الدنيا بتتبني، البناء بياخد وقته، واحنا دلوقتي في مرحلة التشييد والبناء. كمان عندنا خبر تاني، احنا عندنا اخبار